أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: لقد طفت بالبيت وأنا معتمر، ثم خرجت من الطواف لشدة الزحام، ثم صليت في حجر إسماعيل وتابعت الطواف، فهل علي شيء؟ نعم. يقول: طفت بالبيت وأنا معتمر، ثم خرجت من الطواف لشدة الزحام وصليت في حجر إسماعيل. إيش صلى؟ صلى نافلة ولا فريضة؟ كان فريضة ما تصح. إن كانت نافلة فهو أخطأ في هذا، لأنه قطع الطواف لصلاة، ولكن نظرا إلى أن الأمر انتهى فنقول طوافه صحيح مع الخطأ. نعم.